أعوذ بالله من أنواعها ما دامت توفر فيها التراضي بين المتبايعين وهي سائرة على سنن العدل والحق والقسط فإنها مباحة لكم. في ظل ما يعيشه الناس من الخوض في المعاملات المصرفية يلحظ المتأمل حاجة المسلمين الماسة لمعرفة الحكم الشرعي لهذه التعاملات فتلبية لهذه الرغبة وإشباعا لهذه الحاجة. صدى التقوى بالرياض تقدم لكم هذه السلسلة فقه المعاملات المالية المعاصرة. قل أن تجد شخصا له عائلة ويريد أن ينمي ماله أو عنده فضل من مال لم يدخل في سوق المال. لماذا؟ لسهولة كسبها وسهولة التخلص منها وسهولة الربح. فقه المعاملات المالية المعاصرة مع الشيخ عبد العزيز بن فوزان الفوزان. والبيوع المحرمة التي عرفت بكثرة في وقتنا وأحل الله البيع وحرم الربا. كل معاملة تضمنت الربا فهي حرام. البيوع المحرمة. بعت 3 أصواع من التمر الحويل القديم بصاع من التمر الجيد الجديد. المحرم. بعت 100 جرام من الذهب ب100 جرام من الذهب يسلم قيها بعد شهر. المحرم. يا فلان نريد خاما أو سكرا أو رزا بمقدار 10,000 ريال. يقول هي هذا. فيقول للمستدين لصاحب الدكان بعتك إياها لم تحرك من مكانك. فقه المعاملات المالية المعاصرة مع الشيخ عبد الله بن ناصر السلمي. والأسهم والشركات. الشركة المساهمة بهذا الكيان وبهذه الخصائص غير موجودة في كتب الفقهاء بهذه الخصائص فهي وليدة التطورات الاقتصادية. الأسهم والشركات. شركات محرمة أنشئت لغرض محرم كالربا أو المتاجرة بالمحرم كالتبغ أو بالمجلات الهابطة أو بالخمور والمتاجرة في الفنادق والدعارة. الأسهم المختلطة هي الأسهم التي فيها نسبة محرمة. قلت هذه النسبة أم كثرت؟ الأسهم المباحة هي الشركة التي لم تقترض أو تقرض بالربا وليس عندها استثمارات مجمع على تحريمها. الهوامي عرض كمية طلب تحت سعر معين وعرض كمية بيع فوق سعر معين وذلك لضبط تذبذب السعر في فارق سعري محدد يقوم بالمضاربة على السهم. فقه المعاملات المالية المعاصرة مع الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. والمسابقات التجارية يريد بها أصحاب المحلات الترويج لمناشطهم التجارية حتى يقبل الناس على هذا المحل. المسابقات شراء قسيمة المسابقة ويجرى بعدها السح على سلعة كسيارة أو آلة كهربائية من باب فهذا النوع من الأنواع المحرمة. يوضع رقم هاتفي ثابت ثم تقوم شركة الاتصالات بأخذ جزء من هذا المبلغ ويأخذ الباقي المؤسسة المنظمة لهذه المسابقة. بطاقة التخفيض بقيمة محددة وتعطى للراغب في شراء سلع أو خدمات معينة تبيعها جهات أيضا معينة الأظهر هو عدم جوازها أيضا لما تشتمل عليه من الغرر والجهال. فقه المعاملات المالية المعاصرة مع الشيخ محمد بن سعود العصيمي. والنقود والمتاجرة في العملة. هذه النقود التي في البنوك هي في الحقيقة نقود نسميها نقود القيود المحاسبية. المضاربة في النقود مثل ما تنهار الأسهم تنهار العملات. المضاربة بمعنى الاسترباح من تذبذب العملات أمر محرم. المخاطرة الذي يتحمل المخاطرة هو الألف الخاص بك أما 99,000 الخاصة بالسمسار فلا تتعرض للمخاطرة. حب الربح السريع لم يجعلهم يكتفون بأن يكون 50% يعني يعطيك على المليون مليون لا يعطيك على الألف 99,000 يعني يريد يحرقك في نفس الثانية التي تبدأ فيها الحرب. فقه المعاملات المالية المعاصرة مع الشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي. والمعاملات البنكية بيع المرابحة للواعد بالشراء بيع التقسيط التورق المصرفي البطاقات المصرفية الودائع البنكية صناديق الاستثمار القروض البنكية الودائع البنكية فهي تتلقى الأموال من المودعين في حسابات الجارية أو الودائع الجارية والودائع الادخارية والودائع الآجلة. فقه المعاملات المالية المعاصرة مع الشيخ سعد بن تركي الخثلان.
وبيوع التقسيط. أن يبيع رجل بضاعة أو سلعة من السلع إلى أجل أو بأقساط معلومة ويزيد في قيمة البضاعة مقابل الأجل. حكمها صورة التقسيط المباشر إنها لا بأس بها ولو زاد البائع في قيمة السلعة المحرم. إذا كان بيع التقسيط يجري على صورة بيع العينة إنه يكون محرم. فقه المعاملات المالية المعاصرة مع الشيخ سعد بن ناصر الشتري. والتأمين شركة أو مؤسسة بأخذ أقساط من الناس، فإذا حصل للناس حادث ما دفعوا له تعويضا بحسب ما يتفقون عليه. إن حدث حادث هل يحق له أخذ مال التأمين؟ يحق له أن يأخذ مقابل الأقساط التي دفعها اتفاقا. فقه المعاملات المالية المعاصرة. وتحتوي هذه السلسلة على البيوع المحرمة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن فوزان الفوزاني، الأسهم والشركات لفضيلة الشيخ عبد الله بن ناصر السلمي، المسابقات التجارية لفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، النقود والمتاجرة في العملات لفضيلة الشيخ محمد بن سعود العصيمي، المعاملات البنكية لفضيلة الشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي، بيوع التقسيط لفضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثلان، التأمين لفضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشتري. والآن مع المعاملات البنكية لفضيلة الشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد من أصحاب الفضيلة، أعضاء اللجنة الثقافية فيه، والمشرفين على هذه الدورة المباركة التي تتعلق بجانب مهم من جوانب حياة المسلم، ألا وهو المعاملات المالية. وما من شك أن المعاملات البنكية أو المعاملات المالية يحتاج إلى معرفتها ومعرفة أحكامها كل مسلم ومسلمة. كيف لا ونحن في زمن اختلط فيه الحلال بالحرام، ووقع مصداق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال: ليأتين على الناس زمان لا يدري الرجل أمن حلال أخذ المال أم من حرام. كيف لا والمرء لن تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن كل درهم ومال دخل في جيبه وحسابه. ففي سنن الترمذي عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فسيسأل كل عبد وكل أمة يوم القيامة عن هذا المال بسؤالين: من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفقه. كيف لا والكسب الطيب هو سبب إجابة الدعاء والبركة في الرزق والراحة في النفس والطمأنينة في القلب والسعادة في الدنيا والآخرة. حديثي أيها الإخوة في هذه الليلة سيكون عن المعاملات البنكية، وأقصد بالمعاملات البنكية الأعمال التي تقدمها المصارف لعملائها. وأرجو أن أوفق في أن أحيط بجوانب الموضوع في الوقت المتاح للمحاضرة، وليعذرني الإخوة أني لن أستطرد في ذكر الخلافات الفقهية في كل مسألة من المسائل التي نتناولها لأن المقام لا يتسع لذلك، ولكن سأقتصر بمشيئة الله تعالى على شرح الواقع
الذي تجري فيه تلك المعاملة وتكييفها الشرعي والأحكام الشرعية المتعلقة بها. وسيكون الحديث إن شاء الله في تعريف البنك وبيان أو تعريف المصرف وبيان أهم المعاملات البنكية التي تقدمها المصارف لعملائها والأحكام الشرعية المتعلقة بها. فنبدأ أولاً بتعريف البنك أو المصرف. فالبنك هو المصرف، والمصرف في اللغة اسم مكان من الصرف، وهو مبادلة النقود بعضها ببعض. ويعرف المصرف في الأوساط المالية بأنه مؤسسة مالية متخصصة في اقتراض النقود من العملاء عن طريق فتح الحسابات البنكية بأنواعها المختلفة من حسابات جارية أو حسابات ادخارية أو حسابات آجلة، ومن ثم تمويلها ودفعها لجهات التمويل عن طريق الإقراض. فمن هذا التعريف يتبين لنا أن البنك هو عبارة عن مؤسسة وسيطة بين جهتين أو فئتين، فهو يتلقى النقود من المودعين الذين يودعون أموالهم في البنك في ودائع متنوعة تفتحها البنوك، بعضها تكون ودائع جارية وبعضها ودائع آجلة وبعضها ودائع ادخارية. يتلقى النقود من العملاء المودعين، ثم يدفع هذه النقود التي اجتمعت عنده إلى جهات تسمى جهات التوظيف أو المتمولين، فهو وسيط بين هاتين الجهتين. ويربح البنك من الفرق بين في سعر الفائدة بين الفائدة التي يدفعها للمودعين والفائدة التي يأخذها من المتمولين. والفائدة يراد بها هنا الربا، ففي الأوساط المالية يسمون الربا بالفائدة من تسمية الأشياء بغير اسمها حتى لا يستبشع الناس التعامل بها. فهذا هو دور البنك، هو دور وساطي. والمصرف سمي بذلك مصرفا لأن أول وظيفة كانت تقوم بها المصارف هي صرف النقود بعضها ببعض، ثم تطورت الأعمال المصرفية وتوسعت وتشعبت، إلا أن هذه التسمية أصبحت ملازمة لتلك المؤسسة. وكلمة مصرف هي ترجمة للكلمة اللاتينية بنك، فالمصرف هو البنك وهما بمعنى واحد، لا فرق بين المؤسسة التي تسمى بنكا أو المؤسسة التي تسمى مصرفا. كيف ظهرت المصارف وما بداية نشأتها؟ كان أول ظهور للمصارف في القرن 18 الميلادي، وتحديداً في إيطاليا، عندما ذاع وانتشر بين الناس التعامل بمسكوكات معدنية ونقود مختلفة المعايير والوزن. فظهر أناس متخصصون في صرف هذه المسكوكات والعملات بعضها ببعض والتحقق من وزنها وفرزها، وأصبح هؤلاء الناس يطلق عليهم الصيارفة الذين يقومون بفرز هذه المسكوكات. وكان هؤلاء الصيارفة يجلسون على طاولات في الشوارع، ومن هنا جاءت التسمية بنك، فهي مشتقة من الكلمة الإيطالية بانكو التي تعني الطاولة. ثم تطور عمل هؤلاء الصيارفة فأصبحوا يستقبلون من الناس الودائع والنقود والذهب والفضة وغير ذلك، ويحفظونها لهم مقابل أجور يأخذونها، ويعطونهم على ذلك إيصالات أوراق تثبت الودائع التي أودعوها لديه. ثم تطور الأمر فأصبح الناس يتعاملون بهذه الإيصالات، فبدلا من أن يأتي الشخص ويستلم الودائع التي وضعها عند الصيرفي، يجري مبادلاته التجارية بهذه الإيصالات والسندات التي أعطاه إياها الصيرفي. ثم تطور الأمر فأدرك الصيارفة أنه بإمكانهم أن يستفيدوا ويستثمروا من الجزء الأكبر من هذه الودائع التي لديهم، لأن الناس أصبحوا لا يسألون عنها ويتداولون فيما بينهم بتلك الإيصالات ولا يسألون عن الودائع الحقيقية الموجودة لدى الصيرفي. فأصبح هؤلاء الصيارفة يستثمرون هذه الودائع، وفي المقابل بدلاً من أن كانوا يأخذون أجوراً من الناس أصبحوا يعطون الناس الذين يودعون لديهم، يعطونهم فوائد مقابل وضع هذه الودائع لديهم. ثم تطور العمل المصرفي وتشعب وانتشر، فظهرت الخدمات الائتمانية والخدمات المصرفية والخدمات الاستثمارية، وسنشير إليها إن شاء الله في هذه المحاضرة. سأتحدث في هذه المحاضرة عن مجموعة من الأعمال المصرفية. أول هذه الأعمال المصرفية هو القروض البنكية،
ثم سأتحدث إن شاء الله عن بيع المرابحة للواعد بالشراء وضمنه أيضا بيع التقسيط، ثم نتحدث إن شاء الله عن التورق المصرفي، ثم البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة، بطاقات الخصم الفوري والبطاقات الائتمانية، ثم نتحدث عن الودائع البنكية، ونختم الحديث بمشيئة الله تعالى في الحديث عن صناديق الاستثمار. فنبدأ بأول هذه الأعمال البنكية وهو القروض البنكية، وهذه من أهم الوظائف التي تقدمها البنوك التقليدية، وهنا تأتي هذه التسمية بنوك تقليدية تمييزا لها عن البنوك الإسلامية، لأن البنوك على نوعين: بنوك تقليدية وهي التي تتعامل بالفائدة أي بالربا إقراضا للمتمولين واقتراضا من المودعين. سميت هذه بالبنوك التقليدية لأن البنوك أول ما ظهرت كانت تتعامل بالفائدة، ولا يوجد بنوك إسلامية، ظهرت في البلاد الرأسمالية عند الغرب في أوروبا وأمريكا، ثم تلقاها المسلمون مع الأسف وطبقوها كما هي كما كانت عليه في بلاد الغرب، وانتشرت هذه البنوك الربوية التي أصبحت تسمى فيما بعد بالبنوك التقليدية، يعني أنها البنوك القديمة، لأنه ظهر نوع آخر من البنوك تسمى البنوك الإسلامية، ظهرت في السبعينات الميلادية يعني في التسعينات الهجرية تقريبا بوادر البنوك الإسلامية، وبدأت الآن ولله الحمد تنتشر وتكثر. وفي هذه السنة فقط لوحدها شهدنا هذه السنة افتتاح أو تأسيس أكثر من 15 بنكاً إسلامياً في منطقة الخليج العربي، وأسس أكثر من 15 بنكاً، وفي السنة المقبلة ربما يعني يفتتح ويؤسس نظير هذا العدد من البنوك الإسلامية. فظهر عندنا نوعان من البنوك: البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية. فالقروض البنكية هي صميم وصلب نشاط عمل البنوك التقليدية، ويقصد بالقروض أن البنك يدفع الأموال التي عنده إلى جهات التمويل، إلى الأفراد والشركات، ويأخذ مقابل هذه القروض فوائد. قد تكون هذه القروض قصيرة الأجل، يعني تستحق خلال مدة أقل من سنة، وقد تكون متوسطة الأجل تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات، وقد تكون طويلة الأجل تزيد مدة السداد فيها على 5 سنوات. قد تكون هذه القروض قروضاً استثمارية، ويقصد بالقروض الاستثمارية التي تدفع للشركات وتأخذ عليها البنوك فوائد، وقد تكون قروضاً استهلاكية، ويقصد بها القروض التي تقدم للأفراد ويأخذون عليها فوائد. والبنك التقليدي عصب نظامه قائم على القروض البنكية، على الإقراض بالفائدة، بل إنه لا يتوانى أي لحظة متى ما حصل النقود من المودعين أن يقوم بضخ هذه النقود ودفعها إلى بنوك أخرى أو إلى شركات وإقراضها لهم وأخذ فوائد عليها. يومياً يقوم البنك بتصفية حساباته والنظر إلى الزيادات التي تحصلت عنده من النقود، ثم يقوم بإقراضها لجهات متعددة وأخذ فوائد عليها. ومع الأسف أن البنوك في البلدان العربية والبلدان الإسلامية ترتبط مباشرة ببنوك أجنبية في البلدان الغربية، بحيث إنها تحول إليها الفائض من النقود التي عندها يوميا وتتقاضى على هذا التحويل وعلى هذا الضخ للنقود فوائد. فنظامها وجوهر عملها قائم على هذا النشاط، الإقراض بالفائدة. هذه الأموال التي يضعها المودعون لدى البنوك تذهب مباشرة إلى جهات أجنبية وبنوك خارجية ليستفيدوا منها في بناء اقتصادهم وتحقيق الرفاهية لبلدانهم، ويحرم منها أبناء المسلمون، يحرمون من نشاطها، من الاستفادة منها في الأنشطة الاستثمارية وفي بناء المشاريع التي تحقق الخير والرفاهية لبلاد المسلمين. هذه القروض لا شك أنها محرمة، وقد اتفقت كلمة العلماء المعاصرين على تحريم القروض البنكية بالفوائد، وصدرت قرارات المجامع الفقهية على تحريمها. لكن البعض أثار شبهة حول دعوى الإجماع هذا، وقال إن المسألة ليست إجماعية. لماذا؟ قال لأن الأوراق النقدية أصلاً هذه ليست من الأموال الربوية، بل فيها خلاف من العلماء. من قال إن الأوراق النقدية هذه لا تلحق بالذهب والفضة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من الأموال الربوية، فنقول هذه الشبهة مردودة على صاحبها، لأن الخلاف في جريان الربا في غير الذهب والفضة من الأموال إنما هو في ربا البيوع.
أما الربا الذي يجري في البنوك فهو ربا الديون، وربا الديون بإجماع العلماء يجري في جميع الأموال، لا فرق فيه بين مال ومال. وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة والقرطبي وغيره. وعلى هذا فنقول إن تحريم القروض البنكية محرم بإجماع العلماء، والخلاف في هذه المسألة خلاف شاذ ولا يعول عليه ولا يعتبر. النوع الثاني من الأعمال البنكية، ننتقل إلى معاملة أخرى، هو بيع المرابحة للواعد بالشراء. والمراد بهذا البيع أن يشتري البنك سلعة نقدا بناء على طلب عميله، ثم يبيع تلك السلعة بربح معلوم بالأجل لذلك العميل. ولنضرب بذلك مثالا، شخص يريد أن يشتري سيارة قيمتها نقدا 50,000 ريال، لكنه لا يستطيع أن يدفع ذلك الثمن، فيذهب إلى البنك ويطلب من البنك أن يشتري تلك السيارة نقدا ب50، ثم يشتريها منه العميل بعد أن يتملكها البنك بثمنها الذي اشتراها به برأس مالها وربح معلوم مثلاً 10%، أي أن يكون ثمن السيارة 55,000 ريال، ويسدد هذا الثمن على أقساط لمدة 2 سنين مثلاً. فهذه المعاملة تسمى بيع المرابحة للواعد بالشراء، لأن البنك اشترى السلعة بناء على طلب عميله ثم باعها له بربح معلوم متفق عليه عند البيع. وهذه المعاملة هي في الحقيقة من أنواع بيوع التقسيط، هي نوع من أنواع بيوع التقسيط، إلا أنها تختلف عن بيوع التقسيط المعتادة، أن البنك في الأصل لم يملك هذه السلعة وإنما تملكها بناء على طلب عميله، فلما طلب العميل منه شراءها اشتراها وتملكها ثم باعها عليه بالأجل، ومن هنا سميت بيع المرابحة سمي بيع المرابحة للواعد بالشراء. حكم هذه المعاملة، الأصل في هذه المعاملة هو الحل، لأنها من بيوع الأجل، والله سبحانه وتعالى قد أباح لنا بيوع الآجال، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن المداينات بيع التقسيط وبيع المرابحة للآمر أو للواعد بالشراء، إلا أن جواز هذه المعاملة يجب أن يتوافر فيه عدة شروط، لا بد أن تتحقق فيه عدة شروط حتى تكون المعاملة صحيحة، وهذه الشروط لازمة في بيوع التقسيط كلها وفي بيع المرابحة للواعد بالشراء على الأخص. الشرط الأول: ألا يكون المبيع ذهباً أو فضة وما جرى مجراهما، لأن الذهب والفضة لا يجوز بيعهما بالأجل، لأنه يجري بين الذهب والفضة والأوراق النقدية يجري بينهما الربا، ربا النساء، فيجب في مبادلة الذهب والفضة بالأوراق النقدية يجب التقابض، فإذا بيعت بالتقسيط لم يتحقق هذا الشرط. إذن شراء الذهب أو الفضة وما جرى مجراهما في العلة الربوية شراؤها بالتقسيط لا يجوز، وهو من ربا النسيئة، لما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ما جاء في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني عند شراء الذهب بالفضة أو شراء الذهب بالأوراق النقدية لا مانع من الاختلاف في الوزن أو في الكمية أو في القيمة، لكن يجب التساوي، أي لكن يجب التقابض في الحال. إذن هذا هو الشرط الأول لصحة بيوع التقسيط وبيع المرابحة للآمر بالشراء. الشرط الثاني: أن يكون البائع الذي هو البنك هنا مالكا للسلعة عند بيعها على عميله، فيجب أن يكون أن يتحقق هذا الشرط عند البيع. والدليل على ذلك هو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن. حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يتاجر في السوق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وأجابه عليه الصلاة والسلام بجواب هو قاعدة في البيوع، ينبغي لكل من دخل في التجارات أن يتذكر هذه القاعدة أو الأصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام. يقول حكيم: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يأتيني فيطلب مني السلعة ليست عندي فأبتاعها منه
فيطلب مني السلعة ليست عندي فأبيعها له ثم أبتاعها له من السوق، يعني يبيعه السلعة ثم يذهب ويشتريها من السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، لا تبع ما ليس عندك. فهذه قاعدة عامة، لا يجوز للشخص أن يبيع سلعة ليست عنده. وعلى هذا إذا أراد الشخص أن يشتري سلعة من البنك بالمرابحة للواعد بالشراء أو ببيع تقسيط، فيجب أن يتأكد المشتري من أن البنك قد تملك هذه السلعة فعلا، وأنه لم يبيعه سلعة قبل أن يتملكها، حتى لا يقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في حديث الحكيم. الشرط الثالث أن يقبض البائع وهو البنك هنا، أن يقبض السلعة قبل أن يبيعها على المشتري على العميل. والقبض أمر زائد على الملك، والدليل على ذلك ما جاء في حديث حكيم بن حزام أيضا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ابن أخي، ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. يعني أن من اشترى سلعة فليس له أن يبيعها وإن ملكها حتى يقبضها. لكن يبقى السؤال هنا: كيف يكون قبض السلع؟ المعروف الآن أو الذي يغلب الآن في المعاملات في بيوع المرابحة التي تجريها البنوك أن السلع التي تقدمها البنوك أو تجري عليها بيوع المرابحة هي السيارات أو الأسهم، هذا هو الأغلب. فكيف يكون قبض السيارات وكيف يكون قبض الأسهم؟ شخص يريد أن يشتري سيارة مرابحة من البنك، كيف يتأكد من أن البنك ملك هذه السيارة وقبضها؟ نقول: يحصل قبض السيارات بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول: إخراج السيارة من مستودعات البائع الأول ووضعها في مستودعات البائع الثاني الذي سيبيع مرابحة. فإذا كان البنك قد أخرج هذه السيارة من مستودعات البائع ووضعها في مستودعاته الخاصة فنقول قد قبضها الآن. الأمر الثاني الذي يتحقق به القبض أن يقبض البطاقة الجمركية الأصلية. فإذا كانت البطاقة الجمركية الأصلية موجودة لدى البنك فهو قد قبضها. والأمر الثالث أن يعينها البنك، يعين هذه السيارة التعيين الذي لا تلتبس به مع غيرها لمعرفتها عن سائر السيارات، ويكون ذلك عن طريق مندوب من البنك البائع يكون موجودا لدى المعرض الذي تشترى منه تلك السيارة. فإذا تحقق واحد من هذه الأمور الثلاثة فقد حصل القبض. هذا ما يتعلق بالسيارات، قبض السيارات. أما قبض الأسهم فمن المعلوم أن كثيرا من الناس يجري عمليات المرابحة عن طريق الأسهم، يعني يشتري أسهما من البنوك بالمرابحة، فنقول قبض الأسهم يكون بدخولها في محفظة البنك، أن تدخل في محفظة البنك قبل أن يبيعها على العميل. ومع الأسف أن كثيرا من البنوك تتهاون في هذا الأمر فتنقل الأسهم التي يراد بيعها للعميل، تنقلها مباشرة من شبكة التداول إلى محفظة العميل، وهذا خطأ. يجب أن تدخل أولا في محفظة البنك ويضمنها ويقبضها ثم يبيعها بعد ذلك على عميله. وفيما أعلم أن جميع البنوك التي تجري عمليات المرابحة الآن لا تلتزم بإدخال هذه الأسهم التي تشتريها من السوق في محفظتها عدا ثلاثة بنوك، هي بنك الراجحي والبلاد والجزيرة، وما عداها من البنوك لا تلتزم بذلك. إذن هذا ما يتعلق بالشرط الثالث من شروط بيع المرابحة. الشرط الرابع من شروط بيع المرابحة ألا يشترط البائع وهو البنك على العميل أنه إذا تأخر عن السداد أن يزيد الدين المستحق عليه، لأن هذا من ربا الديون. فما تجعله بعض البنوك أو ما تفرضه بعض البنوك من غرامات تأخير تؤخذ على العملاء إذا تأخروا عن السداد، هذه الغرامات هي في حقيقتها ربا صريح من الربا الجاهلي الذي كان سائدا عند العرب في الجاهلية. فقد كان الربا عند العرب في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين، فإذا حل الأجل ولم يتمكن المدين من السداد قال الدائن للمدين: زدني في الدين
وأنظرك، يعني يعطيك مهلة في السداد. وهذه حقيقة غرامة التأخير، أن البنك يؤجل العميل مدة ويزيد عليه في الدين، وهذا محرم بإجماع العلماء. فإذا تضمن عقد المرابحة شرطا بغرامات التأخير فهذا الشرط محرم، ولا يجوز للمسلم أن يدخل في عقد فيه التزام بهذا الشرط الفاسد. بعض البنوك أو النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية أو الربوية يقولون نحن نفرض غرامة التأخير هذه على العملاء حتى نلزمهم بالسداد، لكننا نأخذ هذه الغرامة ونخرجها ونتصدق بها لجهات خارج البنك، وهذا في الحقيقة تحايل على الحرام، فهو كمن يسرق ويتصدق بالمال الذي يسرقه. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أبطل الربا لم يقل للمرابين خذوا الزيادات والربا وأعطوه الفقراء الذين كانوا بالمدينة والذين كانوا بمكة، أبطل الربا كله. فعلى هذا نقول إن غرامات التأخير محرمة سواء كان البنك سينتفع بها لنفسه أو أنه سيصرفها لجهات أخرى، جهات خيرية. الشرط الخامس والأخير من شروط بيع المرابحة للواعد بالشراء ألا يكون الوعد السابق الذي بين البنك والعميل ملزما لهما، فالعميل يطلب من البنك أن يشتري له أن يشتري سلعة ثم سيشتريها منه، يجب ألا يكون هناك إلزام للعميل بالشراء ولا التزام من البنك أيضا بأن يبيع هذه السلعة على العميل، لأن هذا الالتزام أو الإلزام يخل بشرط من شروط العقد وهو الرضا، فالعميل يدخل في العقد في عقد الشراء وهو مكره. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا ألزم العميل بالدخول في العقد وهو كاره له لم يتحقق شرط الرضا. وعلى هذا فمن التصرفات غير الصحيحة التي تجريها بعض البنوك في بيوع المرابحة أن تأخذ على العميل مقدما دفعات مقدمة أو تأخذ عليه عربونا، بحيث إنه إذا تخلف ولم يفي بوعده بالشراء منه بشراء تلك السلع منهم يأخذون عليه تلك الأموال أو ذلك العربون. فهذا الشرط لا يجوز لأنه يلزم العميل بالدخول في العقد. من التصرفات المحرمة كذلك التي تجريها بعض البنوك أن البنك لا يقبض السلعة القبض المعتبر شرعا. تجد العميل مثلا يريد أن يشتري سلعة، يريد أن يشتري سيارة مثلا بالتقسيط، والسيارة ليست عند البنك، فيأتي البنك ويعطيه شيكا بمبلغ السيارة، يقول السيارة تساوي قيمتها مثلا 50,000 ريال، خذ هذا الشيك واستلم السيارة من المعرض الفلاني، دون أن يقبض البنك السيارة أو أن ينقلها إلى مستودعاته أو أن يقبض البطاقة الجمركية، فيوكل العميل بالتملك وبالشراء لنفسه وبقبض السلعة بنفسه دون أن يقبضها البنك. وهذا الشرط لا يصح لأنه يجعل المعاملة في الحقيقة معاملة صورية فيها تمويل صوري وليست تمويلا أو مرابحة شرعية. من الأخطاء كذلك التي أو التصرفات التي لا تجوز في بيوع المرابحة للواعد بالشراء أن يوكل العميل البنك في إجراء العقد عنه دون أن يباشره بنفسه، وهذا لا يجوز، إذ يجب أن يتولى كل طرف من أطراف العقد أن يتولوا العقد بأنفسهم. إذن هذا ما يتعلق ببيع المرابحة للواعد بالشراء. ننتقل بعد ذلك إلى معاملة أخرى من المعاملات البنكية وهي مرتبطة بالمعاملة السابقة المرابحة للواعد بالشراء، وهي التورق البنكي أو المصرفي. والتورق المصرفي هو التمويل السائد الآن في البنوك الإسلامية، إذ تجري البنوك الإسلامية عمليات التمويل التي تقدمها لعملائها عن طريق عقود تسمى عقود التورق. والتورق المصرفي على نوعين، تورق حقيقي وتورق صوري أو منظم.
أما التورق الحقيقي فصورته أن يحتاج العميل إلى نقد فيشتري من البنك سلعة بالأجل ثم يبيعها في السوق نقدا ويستفيد من ثمنها. مثال ذلك: شخص يحتاج إلى 50,000 ريال نقدا ولا يجد من يقرضه قرضا حسنا، فيذهب إلى البنك ويجري عقد مرابحة للواعد بالشراء بالصورة التي ذكرناها قبل قليل، فيشتري منهم سيارة بالتقسيط ب60,000 ريال على أن يسدد ثمنها على أقساط شهرية لمدة سنتين، فإذا تملك هذه السيارة وقبضها باعها في السوق على غير البنك نقداً ب50,000 ريال وانتفع بثمنها. فهذا هو التورق الحقيقي الذي تحدث عنه الفقهاء المتقدمون، وسمي تورقاً لأن مشتري السلعة لا يقصد السلعة لذاتها وإنما يريد الورق، يريد النقود، لهذا سمي تورقاً. وهذا تجريه البنوك في بيع السيارات، تورق عن طريق السيارات وعن طريق الأسهم كذلك، فالعميل يحتاج مثلاً إلى تمويل نقدي فيشتري أسهماً بالتقسيط من البنك ثم يبيعها في السوق وينتفع بثمنها. ومن أمثلته برنامج وطني للتورق في الأسهم عند بنك أو عند مصرف الراجحي، وكذلك تقسيط السيارات عند مصرف الراجحي، وكذلك تقسيط الأسهم عند بنك الجزيرة، كلها تجري هذا النوع من التورق. وحكم هذا التورق أنه جائز عند جمهور الفقهاء المتقدمين بشروطه التي سنشير إليها. وقد يقول قائل إن هذا فيه احتيال، إن فيه احتيالا على الربا، لأن الشخص ما أراد إلا النقود ولم يرد السلعة حقيقة، لكن نقول إن الشخص الذي اشترى هذه السلعة له الاختيار في أن يتصرف بها بالأوجه المشروعة له، فله أن ينتفع بها بالركوب إن كانت تركب، وباللبس إن كانت تلبس، وبالسكنة إن كانت تسكن، وله أن يبيعها وينتفع من ثمنها، ولكن لا يجوز أن يبيعها على البائع الأول حتى لا تكون من العينة ولا يكون في ذلك حيلة على الربا. فإذا باعها بنفسه وباختياره بعد أن تملكها وقبضها فهذا التصرف جائز له ولا حرج فيه شرعا. وممن ذهب إلى جواز هذا النوع من التورق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة، وهو أيضا وهذا القول أيضا هو ما اختاره فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمة الله على الجميع. النوع الثاني من التورق وهو الأكثر انتشارا وبدأ يكتسح أنواع التمويل التي تجريها النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية هو التورق المنظم، أو بالأحرى ينبغي أن نسميه التورق الصوري. وصورته أن يحتاج العميل إلى النقد فيشتري من البنك سلعة بالأجل وفي نفس الوقت يوكل البنك ببيعها، لا يقبض العميل السلعة أو يتولى بيعها بنفسه وإنما يفوض البنك ببيع هذه السلعة. وقد تكون هذه السلعة مما يتعذر قبضها أصلا، لا يمكن قبضها للعميل. ويكثر هذا النوع من التورق في المعادن، في السلع الدولية كالمعادن، وفي السلع المحلية كذلك تجريه بعض البنوك في الأرز وفي المكيفات وفي الحديد وفي أنواع متعددة من السلع. فعلى سبيل المثال شخص يحتاج إلى 50,000 ريال نقدا، يذهب إلى البنك ويقول أشتري منكم معادن يفترض أن البنك يملكها، هذه المعادن يقول أنها موجودة في لندن أو موجودة في لوكسمبورغ أو موجودة في ميونخ أو غير ذلك، فيقول أنا أشتري منكم معادن ب60,000 ريال مؤجلة في سنتين وأدفع ثمنها بالأقساط، وفي نفس نموذج الشراء يقلب صفحة ثم يوكل البنك في بيع هذه المعادن التي اشتراها منهم في السوق على أن يتولى البنك بيعها.
دون أن يقبض العميل هذه فالبنك يقوم ببيعها في السوق بخمسين ألف ريال نقداً، ثم يأخذ ثمن ما باعه من هذه السلع ويعطيه ويضعه في حساب العميل ويقول إن هذا هو ثمن السلعة التي بيعت لصالحك، فنحن بعناها عليك بستين ألف ريال ثم بعناها في السوق بخمسين ألف ريال وهذا هو ثمنها. فالعميل لم يقبض السلعة ولم يتولى بيعها بنفسه، وهذه المعاملة يعني تكثر كما قلت في السلع الدولية، وكثير من هذه السلع يستحيل على العميل أن يقبضها، ومع ذلك لأجل إضفاء الشرعية على هذه المعاملة تضع بعض البنوك خيارات للعميل، فتقول بإمكان العميل أن يختار واحدا من هذه الخيارات المتاحة، إما أن يقبض السلعة بنفسه ويبيعها، أو يوكل البنك في بيعها، أو أنه يحتفظ بها في رصيده أو في حسابه أو يتسلمها بنفسه للاحتفاظ بها. وفي الحقيقة البنك يدرك والعميل يدرك وجميع من يتعامل مع البنك يدرك أن هذه السلع لا يتاح فيها إلا خيار واحد وهو توكيل البنك في بيعها. الحكم الشرعي لهذا النوع من التورق هو التحريم، والأدلة على ذلك متعددة. أولاً أن هذه المعاملة حيلة ربوية أدخلت فيها السلعة لإضفاء الشرعية على العقد، فهي مبادلة نقود بنقود أدخلت بينها سلعة غير حقيقية، فهي مثل مسألة العينة التي قال عنها ابن عباس رضي الله عنهما هي دراهم بدراهم أدخلت بينهما حريرة. فالعميل لم يقبض من البنك إلا نقوداً، أخذ من البنك خمسين ألف ريال وسيرد على البنك نقوداً بزيادة، سيرد عليه ستين ألف ريال كما في المثال السابق، ولم يرى السلعة ولم يقبضها ولا يعلم عن شيء من صفاتها ولا يماكس في ثمنها لأنه لا يريدها أصلاً ولا يدري هل هناك سلعة أم لا. أيضاً مما يؤكد حرمة هذه المعاملة أنه ليس هناك سلع حقيقية، بل المعاملة تجري في سلع موصوفة وليست سلع معينة أو موجودة، فلهذا البنك يبيع سلعا لم يملكها أصلا ثم يبيعها العميل ثم يبيعها البنك لصالح العميل والعميل أيضا لم يملكها، فالمعاملة فيها بيع ما لا يملك، فهي داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك. أيضا من المحاذير التي تشتمل عليها هذه المعاملة أن العميل يبيع هذه السلع قبل قبضها، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حكيم بن حزام نهى عن بيع السلع قبل قبضها، ولأجل هذه المحاذير والاحتيال الربوي فيها الذي تتضمن هذه المعاملة صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع رابطة العالم الإسلامي بتحريم هذا النوع من التورق، وأنه عقد صوري وحيلة ربوية لا تختلف عن القرض البنكي بفوائد. ومن أمثلة هذا النوع من التورق ما يسمى بالتورق المبارك وتورق اليسر وتورق الخير وتورق التيسير التي تقدمها كثير من النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، فمثل هذه التسميات لا تغير من حقيقة العقد شيئاً، إذ العبرة في العقود بمعانيها وحقائقها لا بألفاظها وأسمائها. إذن هذا ما يتعلق بالتورق البنكي وبينا نوعيه. ننتقل بعد ذلك إلى معاملة أخرى من المعاملات البنكية وهي البطاقات المصرفية. فالبطاقات المصرفية تعرف بأنها بطاقات معدنية أو لدائنية أي بلاستيكية يدون فيها اسم حاملها وتاريخ صلاحيتها وتاريخ إصدارها، وتتيح للعميل أي لحاملها استخدامها كأداة لوفاء المستحقات المالية التي عليه. والبطاقات المصرفية على نوعين، بطاقات خصم فوري وبطاقات ائتمان. فنبدأ بالنوع الأول وهو بطاقات الخصم الفوري.
يقصد ببطاقات الخصم الفوري هي تلك البطاقات التي لا تتيح لحاملها استخدامها إلا بمقدار ما له من رصيد لدى البنك. فمن شرط استخدام هذه البطاقات أن يكون لحاملها رصيد لدى البنك المصدر لها، ويتم الخصم فوراً من رصيده بمجرد استخدامه لتلك البطاقات. وهذه البطاقات، بطاقات الخصم الفوري، تستخدم في أمرين. الأمر الأول في إجراء العمليات الصيرفة الاعتيادية عبر أجهزة الصراف الآلي، من سحب للنقود أو إيداع في الحساب أو تسديد للفواتير أو إجراء حوالات بنكية، وأضيف إليها الآن من الخدمات التي تتم عن طريق هذه الأجهزة الاكتتاب في الشركات عن طريق هذه البطاقات باستخدامها في أجهزة الصراف الآلي. هذا هو الاستخدام الأول لهذه البطاقات. والاستخدام الثاني لها أن تستخدم في دفع ثمن المشتريات من سلع وخدمات عبر أجهزة تسمى أجهزة نقاط البيع. فإذا أراد الشخص أن يشتري بهذه البطاقة يمرر هذه البطاقة عبر جهاز إلكتروني موجود لدى البائع قابل البطاقة، ويتم الخصم فوراً من رصيد حامل البطاقة، ويضاف المبلغ إلى رصيد البائع قابل البطاقة، وتتم هذه المعاملة فوراً، الخصم من رصيد حامل البطاقة ثم الإيداع في رصيد قابل البطاقة وهو التاجر. هذه البطاقات تكيف شرعاً على أنها قرض، على أن المال الذي فيها قرض من حاملها للبنك المصدر لها، لأن الودائع والأموال التي لدى البنك التي يودعها العميل لدى البنك ما هي إلا قروض في ذمة البنك القابل لتلك الودائع. وهذا هو حقيقة الودائع البنكية التي سنشير إليها إن شاء الله بعد هذه المعاملة. وعلى هذا فإصدار هذه البطاقات إذا لم يكن ثمة رسوم أو فوائد يأخذها حامل البطاقة من البنك لا بأس به شرعاً، فيجوز إصدارها واستخدامها في السحب النقدي، واستخدامها كذلك في الشراء عبر نقاط البيع، سواء أكان البنك يتقاضى رسوماً مقابل هذه البطاقات أو لم يتقاضى البنك رسوماً مقابل هذه البطاقات أو مقابل استخدامها، وسواء كانت تلك الرسوم التي يأخذها البنك أجوراً مقطوعة، كان يقول عن كل عملية تجريها يؤخذ مبلغ ريال أو ريالين، أو كانت تلك الرسوم أو كانت تلك الأجور رسوم نسبية، كان يأخذ 1% مثلاً من قيمة استخدام البطاقة. كل هذا جائز، لأن البنك الآن هو المقترض وليس المقرض، فأي أجور أو عمولات يأخذها لا محظور فيها شرعاً، إذ المحظور شرعاً أن يأخذ المقرض من المقترض زيادة، أما إذا كان العكس فلا بأس فيه شرعاً. والذي يجري عليه العمل الآن في البطاقات المحلية في أجهزة الصراف الموجودة في البنوك المحلية أن البنك المصدر للبطاقة يتحمل رسوم استخدام البطاقة ويدفعها للبنك صاحب الجهاز. فلو أن شخصاً يحمل بطاقة صراف البلاد وأراد أن يستخدم هذه البطاقة في جهاز صراف الراجحي، فبنك البلاد الآن يتحمل رسوم استخدام هذه البطاقة ويدفعها لبنك الراجحي ولمؤسسة النقد. يدفع لبنك الراجحي عن كل عملية 3 ريالات، ويدفع لمؤسسة النقد 65 هللة عن كل عملية، وهذه الأجور جائزة شرعاً ولا محظورة فيها، إذ ليست أجوراً أو زيادات في عقد قرض، وإذا لم يترتب على المعاملة محظور شرعي فالأصل فيها هو الحل. وكذلك عند استخدام البطاقة في أجهزة نقاط البيع يتقاضى البنك صاحب الجهاز يتقاضى رسوماً على البنك المصدر للبطاقة، لكنها رسوم أقل، ففي نقاط البيع البنك صاحب الجهاز
يأخذ ريالا واحدا فقط عن كل عملية تقل قيمتها عن 100 ريال، فإذا زادت قيمتها عن 100 ريال فيأخذ ريالين، وهذا جائز ولا إشكال فيه شرعا. إذن هذا ما يتعلق بحكم استخدام حكم إصدار البطاقات، بطاقات الصراف وحكم استخدامها. يبقى مسألة تتعلق ببطاقات الصراف هذه وبطاقات الخصم الفوري، وهي حكم استخدامها في الشراء، في شراء الذهب والفضة وما يجب فيه التقابض شرعا. فهل يجوز استخدام هذه البطاقات في شراء الحلي والمجوهرات من الذهب والفضة؟ نقول هذا جائز، لأن الخصم يتم فورا، فور إجراء العملية يخصم من رصيد حامل البطاقة ويضاف إلى رصيد البائع، بائع الذهب، في نفس لحظة الشراء، فيكون القبض الشرعي قد تحقق. هذا ما يتعلق ببطاقات الخصم الفوري، ولا إشكال في هذه البطاقات، ليس فيها إشكال كبير. النوع الثاني من البطاقات هي بطاقات الائتمان، وبطاقات الائتمان لا يلزم أن يكون لحاملها رصيد لدى البنك المصدر لها، بل إن البنك يدفع المبالغ المستحقة على العميل فور استخدامها، ثم يطالب العميل بعد فترة سماح، بعد مدة يطالبه بسداد تلك المستحقات المالية التي عليه. ولهذا سميت هذه البطاقات بطاقات ائتمان، لأن فيها نوعا من الائتمان والثقة المتبادلة بين البنك والعميل. وهذه الكلمة ومصطلح ائتمان لدى البنوك يراد به مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة، إذا كان هناك فيه مداينة فالمداينة تسمى ائتمانا عند البنوك. فهنا نلحظ أن البنك يلتزم بالسداد عن العميل، ثم يطالب العميل بالسداد بعد ذلك، ويعطي البنك العميل سقفا ائتمانيا لا يحق له أن يتجاوزه عند استخدامه لهذه البطاقات. هذه البطاقات الائتمانية تستخدم في أمرين: الأمر الأول في الحصول على النقد من أجهزة الصراف الآلي، بحيث يقوم البنك بإقراض العميل المبلغ الذي يدونه أو يسجله في عبر جهاز الصراف، ثم يستوفي البنك من العميل ذلك المبلغ بعد مدة. فمثلا شخص يحمل بطاقة فيزا أو ماستر كارد، فاستخدمها عبر جهاز الصراف ليأخذ 1000 ريال من جهاز الصراف، في هذه الحال البنك يكون قد أقرضه هذا المبلغ 1000 ريال، ثم يطالب بالسداد بعد مدة، بعد 40 يوما أو 50 يوما بحسب المتفق عليه في عقد البطاقة. البنوك عادة تتقاضى أجورا مقابل هذه الخدمة، خدمة السحب النقدي أو الحصول على النقد. هذه الأجور قد تكون مبالغ مقطوعة، كان يأخذ عن كل عملية سحب 40 ريالا أو 37 ريالا، أو تكون هذه الأجور مبالغ نسبية، كان يأخذ عن كل عملية سحب 1% أو 2% ونحو ذلك. إذن هذا هو الاستخدام الأول للبطاقات الائتمانية. الاستخدام الثاني للبطاقات الائتمانية أن تستخدم في شراء السلع واستئجار الخدمات. فإذا أراد العميل حامل البطاقة أن يشتري سلعة بهذه البطاقة، فإن البنك يسدد عنه فاتورة الشراء، ثم يطالبه بعد ذلك بسداد تلك الفاتورة، ويأخذ البنك هنا عمولة أو نسبة خصم على التاجر الذي يقبل البطاقة. فعلى سبيل المثال، لو أن شخصاً استخدم بطاقته الائتمانية، بطاقة الفيزا، في شراء سلعة قيمتها 100 ريال لدى تاجر يقبل البطاقة، فإن التاجر في هذه الحال يمرر هذه البطاقة عبر جهاز إلكتروني ترسل فيه المعلومات الخاصة بهذه البطاقة إلى البنك المصدر للبطاقة لأخذ الموافقة على إجراء هذه العملية. فإذا جاءت الموافقة من البنك المصدر للبطاقة، فإن البنك المصدر في هذه الحال يحول للتاجر الذي يقبل البطاقة، يحول له قيمة الشراء مخصوماً منها نسبة متفقاً عليها بين البنك والتاجر. هذه النسبة تتراوح ما بين 1 إلى 8%. فلنفرض أن قيمة الشراء الآن 100، ف
فالبنك يرسل للتاجر مثلا إذا كانت نسبة الخصم 2% يرسل له 98 ريالا فقط، ما يرسل له المبلغ كاملا. ثم بعد ذلك بعد 40 يوما أو 50 يوما حسب المتفق عليه بين البنك والعميل، يرسل البنك إلى العميل فاتورة يطالبه بأن يسدد المبلغ كاملا أي 100 ريال. فهنا استفاد البنك من نسبة الخصم هذه، فهو دفع للعميل التاجر 98 ريالا وفي المقابل أخذ من العميل حامل البطاقة 100 ريال. إذن هذه هي البطاقات الائتمانية، تستخدم في هذين الأمرين، في الحصول على النقد وفي شراء السلع واستئجار الخدمات. أنواع البطاقات الائتمانية، البطاقات الائتمانية على نوعين، تصنف البطاقات الائتمانية إلى نوعين. النوع الأول بطاقات الخصم الشهري، وفي هذا النوع من البطاقات يتم تجميع جميع المبالغ المستحقة على العميل ثم يطالب بسدادها كاملة بعد مضي فترة سماح متفق عليها بين البنك والعميل، وتسدد هذه المبالغ كاملة بدون زيادة. فمثلا شخص استخدم البطاقة بحدود 5000 ريال فيطالب بعد مضي فترة السماح التي تقارب مثلا 50 يوما أن يسدد المبلغ كاملا 5000 ريال بدون أي زيادة. هذه تسمى بطاقة بطاقة ائتمانية ذات خصم شهري. ومن أمثلة هذه البطاقات بطاقة الفيزا والماستر كارد التي تصدرها البنوك الإسلامية، مثل بطاقة فيزا الراجحي وبطاقة فيزا البلاد وبطاقة فيزا الجزيرة، كل وبطاقات الفيزا التي تصدرها البنوك الإسلامية في دول الخليج العربي، حيث تجمع الأموال على العميل ثم يطالب بسدادها دفعة واحدة في نهاية فترة السماح. وحكم هذه البطاقات، بطاقات الخصم الشهري، هذه البطاقات جائزة بشرطين. الشرط الأول ألا يشتمل عقد البطاقة على اشتراط غرامة عند تأخير حامل البطاقة في السداد للمصرف، فالديون التي تستحق على العميل يجب ألا يزاد فيها، ولا يجوز للبنك أن يشترط على العميل غرامة عند التأخير، لأن هذا الشرط شرط ربوي ولا يجوز للمسلم أن يدخل في عقد فيه شرط محرم. الشرط الثاني من شروط استخدام هذه البطاقة ألا يستخدمها حامل البطاقة في السحب النقدي إذا كان المصرف المصدر للبطاقة يأخذ عمولة نسبية عن كل عملية سحب، وكذا إذا كان المصرف يأخذ أجرا مقطوعا يزيد عن قدر التكلفة الفعلية لتلك العملية. أوضح هذا الشرط، في عملية السحب النقدي أو الحصول على النقد، هنا قرض متمحض من البنك للعميل، لا يجوز للبنك أن يستفيد من هذا القرض. فإذا كان البنك يأخذ عمولة نسبية 1% من المبلغ المسحوب فهذا لا يجوز، لأن هذه الزيادة ربوية. وكذلك إذا كان يأخذ مبلغا مقطوعا يزيد عن التكلفة الفعلية، كأن تكون الرسوم الإدارية والتكلفة الفعلية على البنك مثلا 20 ريالا والبنك يأخذ عن كل عملية 40 ريالا، ففي هذه الحال لا يجوز استخدامها في السحب النقدي، لأن البنك قد ربح في هذا القرض. أما إذا كان البنك يأخذ بمقدار التكلفة الفعلية أي بمقدار الرسوم الإدارية والتكاليف التي صرفها البنك من أجل هذه العملية، لأن هذه العملية تحتاج إلى اتصال وتحتاج إلى مراسلات وتحتاج إلى تليكس وغير ذلك، فإذا كان يأخذ بمقدار التكلفة فهذا جائز. ومع الأسف فإن عامة البنوك بما فيها البنوك الإسلامية لا تلتزم بهذا الشرط، فتربح في عملية السحب النقدي البطاقات الائتمانية. فلذلك أنصح جميع إخواني الذين يحملون البطاقات الائتمانية ألا يستخدموها في السحب النقدي، لأن البنوك تربح فيها، وله أن يستخدمها في الشراء من نقاط البيع، في شراء السلع أو استئجار الخدمات، لأن العمولة التي يأخذها البنك مقابل هذه الخدمة هي مقابل السمسرة، ولا إشكال فيها ولا محظور فيها شرعا، لأنها مقابل عمل قدمه البنك للتاجر، فهو أخذ منه أجرة أو عمل أو جعلا مقابل العمل الذي قدمه له، بخلاف عملية السحب النقدي التي فيها قرض بزيادة. إذن هذا ما يتعلق في البطاقات الائتمانية ذات الخصم الشهري.
النوع الثاني من البطاقات الائتمانية هي بطاقات الدين المتجدد، بطاقات الدين المتجدد، وهي بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات، وتزداد قيمة الدين بزيادة فترة التقسيط. فعلى سبيل المثال، إذا استخدم العميل البطاقة بحدود 5,000 ريال ثم مضت فترة السماح التي هي 40 يوماً أو 50 يوماً ولم يسدد العميل هذا المبلغ، فإنه يتاح له فرصة تقسيط هذا المبلغ بأن يسدد هذا المبلغ على أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، إلا أن المبلغ يصبح بدلاً من 5,000 ريال يكون 6,000 ريال، يزيد بسبب زيادة المدة. ومن أمثلة هذا النوع من البطاقات بطاقات الفيزا والماستر كارد التي تصدرها البنوك التقليدية، وهذا النوع من البطاقات محرم بإجماع العلماء المعاصرين فيما أعلم، وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية بتحريمه لأن الدين فيه زاد بسبب زيادة المدة. ومن هذا النوع أيضا من البطاقات ما تصدره بعض النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية من بطاقات تشتمل على قلب للدين وزيادة فيه مقابل تأجيله، ويسمونها بأسماء شرعية مثل بطاقة اليسر، بطاقة الخير، وبطاقة المبارك، وبطاقة التيسير. كيف يتم العمل في هذه البطاقات؟ العميل استخدم البطاقة مثلاً في حدود 5,000 ريال، فلما حل موعد السداد يقولون بالإمكان أن تقسط هذا المبلغ بإجراء عملية تورق، بأن توكل البنك في بيع معادن لصالحك، في بيع معادن عليك ب6,000 ريال مؤجلة في 6 أشهر، ثم إذا تملكتها وأصبحت ملكا للعميل يفوض البنك أيضا تفويضا آخر بأن يبيع هذه المعادن في السوق ب5,000 ريال نقدا، ثم يفوض البنك تفويضا ثالثا بأن يأخذ الثمن الذي بيعت به هذه المعادن ويسدد به دين البطاقة، وتبقى ذمة العميل مشغولة بدين المعادن، وهذا في الحقيقة من قلب الدين، وهو محرم بإجماع العلماء كما حكى ذلك شيخ الإسلام بن تيمية. إذن هذا ما يتعلق بالبطاقات المصرفية. آخر معاملة من المعاملات البنكية هي الودائع البنكية، والودائع هي مصدر الأموال للبنوك، حيث تقوم البنوك بجباية الأموال من الناس عن طريق فتح الودائع بأنواعها المختلفة، فهي تتلقى الأموال من المودعين في الحسابات الجارية أو الودائع الجارية والودائع الادخارية والودائع الآجلة. الودائع البنكية على 3 أنواع: النوع الأول الودائع الجارية أو الودائع تحت الطلب، وتعرف الودائع الجارية بأنها الأموال المودعة في المصرف بقصد حفظها والسحب منها عند الحاجة، فتكون حاضرة عند الطلب، متى ما أرادها العميل فإنه يسحبها من المصرف، وتكيف هذه الودائع شرعا على أنها قروض من المودع للبنك، لأن البنك لم يتلقى هذه الأموال لمجرد حفظها فقط، بل إنه يستثمرها لنفسه ويضمنها أيضا لعميله، وهذا هو حقيقة القرض. وعلى هذا إذا كيفت على أنها قرض فلا يجوز للمقرض الذي هو العميل أن يربح في هذا القرض أو يأخذ عليه زيادة لئلا يكون من القرض بفائدة، وبناء عليه فلا يجوز أن يأخذ العميل أي فوائد مقابل الحسابات الجارية أو هدايا أو جوائز تصرفها البنوك له. كذلك لا يجوز فتح الحسابات الجارية في البنوك التي تتعامل بالربا إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك، لما في ذلك من الإعانة على المعصية والعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا خلا فتح الحسابات الجارية من هذين المحظورين، لم يأخذ العميل أي فوائد ولم يكن البنك يتعامل بالربا، ففتح الحسابات الجارية جائز. وكما قلت إن فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية محرم لما فيه من الإعانة لهم على المعصية، لكن لو اقتضت الحاجة فتح حساب جاري
لدى بنك يتعامل بالربا فلا بأس بذلك، لأن هذا التحريم تحريم وسائل، والقاعدة عند أهل العلم أن ما حرم تحريم وسائل فإنه يباح عند الحاجة أو المصلحة الراجحة. النوع الثاني من الودائع البنكية هي الودائع الآجلة، ويقصد بالودائع الآجلة الأموال المودعة في المصرف بقصد استثمارها، وتكون مرتبطة بأجل بحيث لا يستطيع العميل أن يأخذها حتى يمضي ذلك الأجل، فهي مرتبطة بمدة يضعها لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو سنة، ويتقاضى مقابل هذه الودائع فوائد أو أرباح، هنا تسمى ودائع آجلة. والنوع الثالث من الودائع البنكية الودائع الادخارية، والودائع الادخارية هي ودائع تجمع ما بين خصائص النوعين السابقين من الودائع، فهي قابلة للسحب في أي وقت، وفي نفس الوقت البنوك تعطي عليها فوائد أو أرباح، إلا أن الفوائد التي تدفع عليها تكون قليلة جدا، فالبنك يأخذ يعطي فوائد على الحد الأدنى من رصيد العميل للفترة التي يستحق عليها الفائدة. الحكم الشرعي لهذين النوعين الودائع الآجلة والودائع الادخارية، نقول إن الحكم الشرعي لهذين النوعين مبني على طبيعة العقد بين البنك والعميل، فإن كان البنك يضمن للعميل رأس ماله في الوديعة ويضمن له زيادة على رأس المال فهذا العقد محرم، لأنه قرض بفائدة، فالعميل أقرض البنك وأخذ على هذا القرض زيادة، وهذا هو المعمول به في الودائع الآجلة لدى البنوك الربوية التي تعطي فوائد أو زيادات، البنك يضمن رأس المال ويضمن زيادة على رأس المال فهذا لا يجوز. والنوع الثاني من الودائع أو النوع الثاني نعم من الودائع الادخارية والودائع الاستثمارية ألا يضمن البنك رأس المال ولا ربحا محددا للعميل في تلك الوديعة، بأن يضارب البنك بهذا المال وما كان من ربح فيتقاسمه البنك والعميل كل بحسب حصته من الأرباح، وهذه تسمى الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية، وهي جائزة شرعا لأن حقيقتها أن العقد الذي بين البنك والعميل هو عقد مضاربة وليس قرضا، كان يضع العميل لدى البنك مبلغ من المال 100,000 ريال و يعني يتفق مع البنك على أن له على أن يضارب به البنك، وللبنك 80% من الأرباح وللعميل 20% منه، وهذا النوع من الودائع موجود لدى البنوك الإسلامية في منطقة الخليج، ومع الأسف هو غير موجود الآن في البنوك المحلية جميعا، وربما يطرح هذا النوع من الودائع، يعني تبادر الآن أحد البنوك المحلية تجري الدراسات لطرحه للناس حتى ينتفع الأشخاص الذين يتحرزون عن الربا حتى ينتفعوا من أموالهم المودعة لدى البنوك بحيث يعطون أرباحا على أموالهم المودعة لدى البنك، وهذه الأرباح لا تضمن ولا يضمن البنك الربح ولا يضمن رأس المال، وإنما هي نوع مضاربة بين البنك والعميل، ولعل هذا المنتج وهذا النوع من الودائع يرى النور بمشيئة الله تعالى خلال الأسابيع القادمة، حيث سيتبنى أحد البنوك الإسلامية المحلية. هذا ما يتعلق بأهم المعاملات المصرفية التي سمح لنا الوقت بطرحها في هذه الليلة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى لقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14,476.